نجحت الجهود المصرية في إدخال الدفعة الثانية من قافلة المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء إن الدفعة الثانية التي دخلت عبر منفذ رفح البري بمحافظة شمال سيناء تضم 15 شاحنة تحتوي على كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والأغذية.